يقولوا ناس زمان الصحة هي الصح، وعلى هذا نخير دايما الحليب الأفضل لولادي. أنا اخترت لهم حليب ميلكو سبخاي، على خاطر حليب كامل وغني بالفيتامينات والمعادن اللي تساعد على نمو صحي وقوي. أنا نحب نمد لهم الحليب اللي نخلطه بيدي، مسحوق حليب ميلكو سبخاي ما نقدرش نستغنى عليه. على بالكم وعلاش؟ على خاطر على بالي واش راني نشرب واش راني نمد لولادي. ميلكو سبخاي، حليب كيما نحبوه. كنت تحلم بنكهة قهوة تغزو أحاسيسك، عش أحلامك كما لم تفعله من قبل. قهوة أرابيلا، منتقات من أجود حبات الروبستا والأرابيكا. أرابيلا، تذوق الفرق. وش بيك خويا؟ أرخي وجهك، راك هنا في الطوب شوب. شحال طاحت صاحبي سومو؟ عندك كارت فيداليتي؟ هذا مكان صافي بليزير، دوك نولي صاحبي. أرواح حزرب في الطوب شوب، سوما عجب. خالتي صفية جات تخطب لوليدها ناسي. مرحبا بكم. خالتي عيشة رحبت بيهم في دارها. هذه هي أحلام، تقرأ في الجامعة وغير هي اللي قايمة بالدار. نغسل يدي ونصال دوبا. سر هذا المقع؟ السر راهو عند بنتي أحلام، توب جابيل الجديد. تركيبته الفعالة، يطهر يبيض يقضي على البكتيريا ويزيل البقع. طفلة توب، توب جابيل الجديد، دارك ديما نقية، عائلتك ديما هانية. دائماً الأفضل. أرابيلا، تذوق الفرق. سائل الأواني أجل يهنيك ويحافظ على يديك. أجل اللي يهنى هو أنتوما. دنيا سفر السياحية ترافقكم لقضاء أحلى الأوقات في رحلات منظمة إلى وجهات الأحلام. دنيا سفر السياحية، خدمتكم شرف لنا. راني فرحانة اليوم كي تجي تباتي معايا. موسي مي tu sais à la maison on chabra poulet pizza viande j'en ai marre je veux quelque chose de traditionnel comme lubia berkoukes hadas quelque chose comme ça. قليك البيض باكا متلمك راك تهضر معاه كاسكروت بارك مش باب بزاف ما لا غير شويه
كي كنت ناكل راني نشوف في عينين الداخل. انا كنا ناكل نخسر ست عينين الداخل وما عينيك. تحب تاكل روح جيب من الكوزينه صاحبي هكا ثاني تحصل لي ولاكش ما يصرى لي. شوف انا حي الكوزينه انا بالك تريح لي في بلاصتي هكا. ايوا كولي قبل ما تبدل الماكله. داكوغ اسمي اني ميت بشر. ايه واش دير لك انايا؟ انا قلت بلو كانت تخلي غير شويه دجاج ولا فريت. اسكت اسكت يا وختي اسكتك بهدلتني مع الطفله. انا حقي حق ما كليتوش ما ديتولها بعد تا تجي من الاخر ما ديلي. وبيتزا والو روح شفتي بهدلتني روح روح. كاميليا عمي محمد نو مش كاين ضمه نو طبعنيش نوض وحدي نوض مقبله قبل ما نروح قلت لك بلاصتي مكتوبه على اسمك بلاصتي يا خويا كنت جيب بكري على اسمك جيب بكري تقبض البلاصه نيجي ها الله غاني نيجي ها كما شوفوه في مخوف قطره صبيغه ما في هاكو فيه شوية آفروا بصح بنين بزاف. كامي قولي واش بك بصحتك؟ ميرسي جو مونج با جيم با. ما شيري دي موا تي فخير فون لي سي ريغاردي لا تيلي. عليلو كان جبت لنا الفيلم تاع السمانة اللي فاتت شباب هذاك اللي طرطق روحهم بعد ما مات. شحال صامت وش حتحب تعاود تشوف الفيلم شغل محفوظ باباي شاف تيتانيك 400 مليار خطرة باركة وزيد كاين حاجة رجليك ديرهم لي في وجهك حطهم لي هنا اللي حاب هنا رجليك. تنظر سيدي احمد جاد ضغط اللوناتا سون ترو بال عليلو عباك انا شحال نحبك لا انت سيدي احمد مانيش نشوف سي بون سي بون بصح ما على باليش كاع علاش نحبكم عليلو ما عادش نشوف معاكم الفيلم ماكش تصارى هذا الفيلم مهناف ومش بيك مهبولة تيا وراش انا زعما شحال في عمري؟ انا 4 سنين؟ 5؟ في عمري 11 سنة شوفي ياسمين هذا الفيلم لازم تكون مجوز في حياتك وشايف شايف رايح قبيح باش تنجملو هذا الفيلم ما لرتي صحبتك وتطلقي راسك صنعه دونك جو في با فور لو فيلم alors je vais plus passer la nuit chez vous je veux pas dormir il nous a fait attendre ايش بيها بترد دارو والله ما فهمتها استنى على الدراري ما نحبوش كي باتوا بعد يبكيو يحبوا يروحوا لما اليوم وعلاش حرام عليكم مسكينه كل ما تجي ديروا لها هكايا هاي صونات رايح شوفي شكون هبوط شي استهدرت معاكم حرام عليكم شو تصارى هذا قاد تاع حليت لها العين هو اسمح لي تالي حليت لها العين مش حكا شكون الصامت هذا اللي جا دوكا يدقدق انت شكون حبيت خديجه مين ذاك وما تجيش كل حال ماشي صامت جارتنا وبقوست استاذ احمد باكا ما تهضر في هضره عيانه مساء الخير عليكم مساء الخير خديجه واش راك صافاكم لا لاباس الحمد لله كم قاعدين قاعده تاع فيلم وقيل فيلم ودوك احنا نبداو هضر شويه شفت كيفاه بون عليلو سحقيتك في حاجه ما كاينش مشكل كاع شوف عمي جا وبيت عندنا وخلى لا فواطور تاعو في الباركينغ الله يبارك اون بلوس لا فواطور جديده شتي كيفاه ايه رد بالك عليها يا اخي ما كاينش مشكل كاع خديجه اللي خفيفه عليك ثقيله عليك على بالي زيد لك واحد الحاجه باش تملاه بشغل تفهميها مليح باللي لي توشي الطوموبيل شغل توشي عليلو انظري تي توشي عليلو واش معناتها على بالي حابين نرفدها نجي نحطها انا في الكوزينه خديجه يعطيك الصحه على بالي الله يسترك بون ليسونسيال خديجه حاجه برك حبيت نقول نعم غير كيما ضربتي لنا بيتزا حبيت لو كان تعاوديها لنا انا كاين كيف قصد احمد هكذاك تخدم لك سنيوا وهبط نافيكي بها تحت في البار ايه يا با بروبليم بون انا رايحه ما تنساش واش قلت لك يا اخي بقى على خير خويا عليلو سلامه انا ماشي اخوك تضرب قدام الطفله زعما شغل انا نبيع في الباركينغ البيتزا هذه هضره هذه يوم بعد خدام الجسيدو نجيب لهم شنو هذو في الملاح ليلو هذه رجلك هنا رجلك لا رجلي خدع
هو فيه شباب شباب يبانو ميمثلو هو في متاع دراري هذا تاع دراري ونجيب قرامة ونجي بطبطاش ياه هاني هنا تخيش وحدي أول هذا الصباح شوف يما شوف بابا شوف بقاوة شوف صحابي اسمع اين حاجة شت بوبية وقيلة بول والله انا جبت صح نورمال عجوزة نورمال تشيب بيلة لك شروحك خويا كوال نوما نوما كوراس نوما كوال نوما يبقى نوما واش نجم وي لوفا راح دورا لا لوفا ترسكت لوفا نور علاش تطفيت اللومبا خلاص لا حيدك خلاص ما تشتش فعنا النوم بكوال شفيت لك كنا صغار هذيك الضربة نشفى نشفى تشفى هوا شوية هلا فيما شوية لا 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 عظيمك تحب نوصل من الجيش حبس عيلو خويا حبس عيلو واش نخوفوهم اون لي ميغ هذا هو الفيلم اللي كانوا يشوفوا فيه يما حنوتي يما حنوتي اسمع نروحوا نباتوا عند محمد صاحبي لا لا روح عند خاتي غنيه خير عندها الرواح والله والله اسمع يما قال لك اسمع كليت ياسمين وقيله دائما الأفضل. نيلكو سبراي حليب كيما نحبوه. سائل الأواني أجل يهنيك ويحافظ على يديك. أجل اللي يهنى هو أنتوما. دنيا سفر السياحية ترافقكم لقضاء أحلى الأوقات في رحلات منظمة إلى وجهات الأحلام. دنيا سفر السياحية خدمتكم شرف لنا. يقول ناس زمان الصحة هي الصح، وعلى هذا نخير دايما الحليب الأفضل لولادي. أنا اخترت لهم حليب ميلكو سبراي على خاطر حليب كامل وغني بالفيتامينات والمعادن اللي تساعد على نمو صحي وقوي. أنا نحب نمد لهم الحليب اللي نخلطه بيدي، مسحوق حليب ميلكو سبراي ما نقدرش نستغنى عليه. على بالكم وعلاش؟ على خاطر على بالي واش راني نشرب واش راني نمد لولادي. ميلكو سبراي حليب كيما نحبوه. كنت تحلم بنكهة قهوة تغزو أحاسيسك، عش أحلامك كما لم تفعله من قبل. قهوة أرابيلا منتقات من أجود حبات الروبستا والأرابيكا. أرابيلا تذوق الفرق. خالتي صفية جات تخطب لوليدها ناسي. مرحبا بكم. خالتي عيشاء رحبت بيهم في دارها. هذه هي أحلام تقرأ في الجامعة وغير هي اللي قايمة بالدار. نغسل يدي ونسال دو بان. وش سر هذا النقاع؟ السر راهو عند بنتي أحلام. توب جابيل الجديد تركيبته الفعالة يطهر يبيض يقضي على البكتيريا ويزيل البقع. طفلة توب
توب جافيل الجديد، دارك ديما نقية، عائلتك ديما هانيه.